اهلا بحضراتكم مره تانيه. يلا نروح على البريمير ليج يا سيف. يلا بينا. طبعا ليفربول مفيش شك انتفاضه قويه جدا جدا، ثلاث مباريات دلوقتي متتاليه بفوز، روح معنويه عاليه جدا جدا. انطباعك عن محمد صلاح وهذا التغيير في المود وهذا التغيير في الاداء خلال الثلاث مباريات اللي فاتوا؟ يمكن بنشوف اخيرا محمد صلاح بما وصل له من احترافيه وعقليه يخلينا واثقين تماما انه قادر طوال الوقت يتغلب على اي مطبات بتواجهه، يتغلب على اي مصاعب ممكن يلاقيها في طريقه. محمد صلاح تطمن قوي لما تشوفه وقت وقوع الفرقه ووقت غيابه عن التسجيل، لما يتسال عن هل انت قلقان عن تسجيلك فتلاقي الاجابه بتاعته دايما انا قلق فقط لما ما اقدرش اصل للمرمى، لما ما اقدرش اكون متواجد في الاماكن اللي انا يجب ان اتواجد فيها. يطمنك جدا انه عارف ان الموضوع مساله وقت، مساله وقت وهتستعيد قوتك التهديفيه، والاجمل ان تستعيدها في التوقيت الافضل، يعني انك تعمل ده امام مانشستر سيتي في اعظم فتراته وفي افضل بدايه ليه، وانك توقف وحش هالاند اللي هو حديث الساعه طوال الوقت، وتكون انت نجم المباراه ونجم هذه الفتره. فاعتقد بيعكس قد ايه محمد صلاح مستعد ذهنيا طوال الوقت لاصعب المواقف. صحيح يمكن الضغط اللي حصل عليه وعلى المجموعه في بدايه الموسم افقدهم بعض التركيز، وتباعا افقد محمد صلاح بعض التركيز، وده اترجم امام المرمى في اداره الفرصه، لكنه قدر يستعيد بشكل سريع جدا، وكمان قدروا يعملوا ده مع التخلص من الضغط. كلوب لعب دور هايل قوي قوي، فقال ان في انه خفف الضغوط دي لما قال مره واثنين احنا خلاص اعتقد ان احنا خارج سباق البريمير ليج، احنا بعيدين كل البعد، احنا بنحاول نستعيد فرقتنا. فده خفف قوي، خفف كمان على صلاح لما قال ما ينفعش صلاح يتقارن بهالاند، لا ان هالاند دلوقتي بعيد جدا وبدايته قويه جدا وصعب حد ينافس هالاند، فده ايضا خلي الامور تخف شويه عن صلاح ومقارنته بهالاند وانه مش انه بعيد هذا الموسم عن هالاند، خفف بعض الامور عن محمد صلاح. فاعتقد عوده في توقيت جيد، لكنها ما تقولكش ان خلاص انت تطمن تماما ان ليفربول رجع ليفربول. يمكن يا كابتن في اخر حلقه كنت مع حضرتك واحنا بنتكلم عن سوء اداء ليفربول، وانت سالتني هل خلاص ليفربول خارج الموسم، بتشوفه انه خارج الموسم؟ يمكن انا قلت لا، ليفربول هيرجع وهيبقى واحد من المتنافسين، لان اللي عاشه ليفربول كان الظرف الطارئ مش الظرف الاعتيادي والعادي، وفرقنا ما بين العادي والطارئ.